المستشفى الأول للأطفال والوحيد على مستوى دولة الكويت الذي يعنى بأمراض وسرطان الدم والأورام والعلاج بالخلايا الجذعية برعاية صحية متكاملة ومميزة عالمية. رعاية المجتمع وخدمتها بجميع الجوانب هي غايتنا لتوفير جميع سبل الراحة لكل فرد في هذا المجتمع. ومن أهم الجوانب اللي نركز عليها إحنا كبنك الكويت الوطني هو جانب الرعاية الصحية، كونه الجانب المهم والأساسي في أي مجتمع في العالم. اللي مريحني هون إنه ابني عم يتعالج وكل العيلة حواليه، وحتى بغرفة العزل لما بيكون موجود فأنا بكون كل الوقت شايفته ومطمنة عليه، وهو كمان شايفنا ومطمن بشوفتنا كلنا. يعني نحن حاسين هون كأنه نحن بالبيت. أنا أخذ علاجي أحس كأني مع أهلي وإخواني، كل شيء متوفر لي بالمستشفى. تحتوي وحدة الخلايا الجذعية على 6 غرف مجهزة، بالإضافة إلى 9 أسرة لنقل الدم والعلاجات الأخرى و3 غرف للعلا� الكيماوي. سنكون متواجدين بشكل دائم بالمستشفى لدعم برنامج زراعة الخلايا للأطفال، وسوف يكون لدينا مختبرين متخصصين ومجهزين بأحدث الأجهزة وبنك دم لتوفير كل ما يحتاجه المريض منا. في هذا المكان المتميز نقدر أنا وزميلاتي وزملائي الطبيبات والأطباء نقدم رعاية طبية متكاملة ومتميزة لأطفال السرطان وأيضاً لأهاليهم في هذا المكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تطوير وتدريب المهن الطبية والتمريضية لجميع الكادر الموجود معنا في المستشفى. We are here to provide the best quality of service to our patients in child and family atmosphere.